صباح الخير على كل مشاهدي شبكه انتي ان نايل لايف. نهارك سعيد ويوم سعيد ان شاء الله على كل اللي بيتابعونا. النهارده 25/12، فاضل اسبوع واحد على نهايه السنه. برغم كل الظروف السريعه جدا اللي بتمر بيها مصر، وبرغم كل الاحداث اللي كل يوم بنشهدها واللي عليها جدل كبير، الا ان يا رب ان شاء الله اخر اسبوع في السنه يمر على خير. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير فادي. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير يا مي. صباح الخير مشاهدينا. وزي ما قالت مي، بدايه اسبوع جديده، وكل سنه وكل الناس طيبه. ميري كريسماس على الجميع. 25/12/2011 يا رب يبقى يوم سعيد على الجميع وبدايه اسبوع جديده. نتمنى انه بعد مليونيه الحرائر يوم الجمعه، انه الاسبوع الجديد يشهد تطورات ايجابيه وتغيير، وهي الثوره اصلا عباره عن تغيير. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير مي. صباح الخير فادي. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل، امل بان الامور هديت الى حد كبير في ميدان التحرير. اي نعم في شويه معتصمين كده صغيرين، انما الى حد كبير الامور هديت. نتمنى ان الهدوء ده يستمر الى ما بعد 25 يناير 2012 باذن الله تعالى. طبعا اتجاهات بقى ايه للتفكير في نعمل انتخابات رئاسه دلوقتي، ما نعملش انتخابات رئاسه دلوقتي، طب مين مين يعني ايه القوانين بتاعه انتخابات الرئاسه هتبقى عامله ازاي، اتجاه للاقتصاد المصري رايح فين، وهنضطر ان احنا نستدين من بره او نستلف اموال من بره بشكل او باخر عشان نعرف نكمل بشكل او باخر. على بقى الاحداث اللي بتحصل في البلد والمجلس الاستشاري والمجلس التاسيسي ونتائج المرحله الاولى الثانيه من انتخابات مجلس الشعب، هيكون معانا النهارده فقره مع الصحفيه استاذه مال استاذه امينه النقاش، مدير تحرير جريده الاهالي. وهيكون معانا كمان فقره عن البورصه واحوالها دلوقتي عامله ازاي، خصوصا ان عجله الانتاج متوقفه بقالها فتره وبنعاني من أزمات اقتصادية حادة. هيكون معنا فيها الدكتور أحمد جلال خبير تحليل الأوراق المالية، هنتكلم معاه بالتفصيل خصوصا مع تخفيض وضع مصر الائتماني كذا مرة في مؤسسات التصنيف الدولية، ودي حاجة يعني ببساطة كده وحشة لسبب واحد، لأنه لما نيجي نستلف زي ما أشرف بيقول هنستلف بفايدة أكبر. فهنفهم من دكتور أحمد جلال إيه بالظبط التفاصيل. الاتحاد الأوروبي عمل مسابقة فوتوغرافية، المسابقة دي كان عنوانها مصر الجديدة، مش مصر الجديدة اللي هي يعني ناحية روكسي وكده، لا مصر الجديدة بشكل عام بعد ثورة 25 يناير شكلها هيبقى عامل ازاي. كثير من المصورين والفوتوغرافيين جم قدموا في هذه المسابقة، ومعانا اتنين فازوا بهذه المسابقة. هيبقى فقرة خاصة عن الاتحاد الاوروبي او مسابقه الاتحاد الاوروبي، وهو بشوي فايز المصور الفوتوغرافي واحد واحد الفائزين في المسابقه، ومصطفى عبد العاطي مصور فوتوغرافي والفائز بجائزه محمد حسن. هنفهم ايه جائزه محمد حسن دي، عشان انا مش واخد بالي يعني جائزه محمد حسن ازاي وهو اتحاد اوروبي. هنفهم منه بالتفصيل اكتر، وهيجيبوا لنا على فكره الصور اللي فازت. والنهارده عندنا فقره كمان خاصه بموضوع الانتخابات زي ما مي قالت، وشباب ائتلاف الثورة وانطباعهم ايه عن الاحداث اللي حصلت، وخصوصا ان هم اللي قاموا بالثورة وفي الاخر ما لهمش دور خالص تقريبا في البرلمان اللي جاي. انا امبارح كنت مع ضيفي كنت عمال اتكلم بقول نفسي اتخيل كده واحلم، ويبقى خيال علمي ان احنا نعين كده ونحطهم في مجلس الشعب بشكل او باخر برضه، ويا ريت كلنا نتبنى هذا الفكر. بعض الأقباط وبعض المسلمين من شباب ائتلاف الثورة اللي قاموا بالثورة الحقيقية الشرفاء نحطهم في مجلس الشعب، خليهم يبقى ليهم رأي، ما ينفعش ان هم اللي قاموا وفي الآخر ما لهمش أي دور. معايا في الفقرة الأستاذ باسم كامل عضو المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة، ده هتبقى آخر فقرة غالبا. اعتقد ان احنا اتاخرنا شويه في المرحله اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي، عموما نناقشها بعدين، بس هنبتدي فقراتنا كالعاده بفقره الصحافه والكاتبه الصحفيه امال عويده. بس بعد فقره